بص يا ابو عمو، بص يا ابو عمو، ده شخص في الصين دخل في ودانه تعبان وجابوا خبير صيني بتاع افاعي عشان يطلع. الصراحة حاجة غريبة وحاجة عجيبة. انت مش بتصلي على النبي ليه؟ صلى على النبي، هنشوف دلوقتي هيطلعوا ازاي. الصراحة طريقة عجيبة، أول مرة أشوف طريقة استخراج تعبان بالطريقة دي، حاجة عجيبة يا جماعة. بص بص يا أبو عمو، بص هيطلعوا إزاي. طب بص، هو إزاي دخل في الفتحة الصغيرة دي؟ أنا عايز أعرف إزاي دخل في الفتحة الصغيرة دي. فتحة الودن صغيرة يا جماعة، والتعبان كبير، دخل ازاي في الفتحة الصغيرة دي؟ الصراحة انا محتار، الصراحة انا محتار، هنشوف دلوقتي هيطلعوا ازاي. الصراحة حاجة غريبة وحاجة عجيبة. شايفين؟ شايفين ازاي؟ طيب ازاي؟ عايز افهم ازاي. الصراحة انا مسؤول، الصراحة